بقى بموضه الملابس، دي كارثه تانية يعني صراحه. قصه الملابس الجاهزه اصلا انتشرت ازاي؟ كالاول ايه انتشار الخياط والترزي وبتاع، بعد كده انتشرت بقى الازياء الجديده الجاهزه، فقامت صناعه الملابس. بدات مهنه الخياطه اللي هي التقليديه انها خلاص في الاندحار والانزواء، والتانية تظهر مصانع الايه الازياء والماركات العالميه. فبقى في صناعه ملابس جاهزه وامكانيه اعاده انتاج نماذج جديده من الازياء الراقيه، تمام، بشكل قانوني بقى وسريع، والكلام ده كان بعد الحرب العالميه الثانيه. حصل بقى انزواء لايه؟ لموضوع الخياطه التقليديه. طب عايزين ناس بقى فنانين ومصممي ازياء يعملوا لنا ازياء جديده واشكال جديده ويقلب عالم بقى اللبس ده خالص. خد بقى الملابس الجاهزه بين صناعه الموضه وما بين المصممين وما بين اللي يروج للكلام ده، فبقت صيحات بقى ايه، صيحات الجديده والاسلوب. كل سنه في صيحه جديده. خمسينات القرن العشرين زي ما قلت لكم بعد الحرب العالميه الثانيه على طول انتشرت بقى فروع محلات كبيره وبقت في جميع انحاء البلاد. الملابس، شركات الملابس المصنعه ديت عايزه مصممين جداد تنتج ملابس بتجمع ما بين الموضه والابداع. فيجيبوا مين بقى؟ يجيبوا المصممين والفنانين وبتوع الازياء وكده، بدل مين؟ بدل ما يبقى المنتشر القدوه العظماء والساسه والمشايخ والحكماء والوعاظ والعلماء، ما بقاش كده، بقى المشاهير هي عباره عن بتوع الموضه والفنانين ومصممين الازياء والفاشونيستا والممثلين والمغنيين والرقصات، كل الكلام ده. صيحات الموضه بقت حاجه غريزيه خلاص، والناس عماله تتسابق في عرض الاجساد كالسلع. الطلب متواصل على التغيير عشان يجذب انتباه، علشان الحياه، عشان الشهر، عشان كل الكلام ده. الواحد يبقى يرتخي ازاي بلبسك؟ يغير هويته ومش عارفه بالشكل، اسكن قلق جوايا ولا هواجس عشان انا مش لابس حلو، فلما البس حلو معرفش يحصل ايه. اصبحت الموضه بتعبر عن رغبه الشخصيه ذات نفسيه، وبقى اصلا توجه ثقافي وضع اجتماعي واسلوب حياه. هيمنه المجتمع على الفرد انه يفرض عليه في الشكل ده والسمت ده، بقى تعارض ما بين الحياه الخاصه والحياه العامه. المجتمع هو اللي بقى يفرض الكلام ده. الموضه بقت شكل من اشكال هيمنه الحضاره الحديثه على حياتنا، وتحويل سخط الافراد ولا على قضايا حقيقيه، لا بقى الموضوع الاغذيه، الاطعمه، الموضه، الصيحات، الكلمات وتعاملكم كل شويه على التيك توك مصطلح كلمات جديده، مصطلح مش عارفه ايه جديد، وموت السوس ومش عارفه التانية مش عارفه بتقول لك، وكل شويه حاجه جديده بتطلع. مش بس هوس الكلام ده، بقى الجمال والازياء وعمليات التجميل حتى الكلمات. خلاصه يا بنتي، جمالك كأنثى إنك أنثى. طب إيه هي الأنثى؟ إن أنا أشوفك أنثى، إن أنا أسمعك أنثى. جمالك الحقيقي في جمال روحك، في فكرك، في قلبك، في علاقتك بالله عز وجل. مخبرك زي مظهرك جميلة. جمالك الحقيقي في أنوثتك ورقتك بالطهر الداخلي والخارجي. جمالك الحقيقي مش في قيمة اللي أنت بتلبسيه أبدا، في قيمة اللي أنت بتحمليه من قيم ومبادئ. جمالك الحقيقي في ان انا اسمع منك كلمة طيبة. جمالك الحقيقي انك تعرفي تصرفي في موقف بصحة وبصح وبحكمة. جمالك الحقيقي وقيمتك مش في اللي انت بتعطيه من شكل اللبس ولا المكياج ولا الشعر، ولا جمالك الحقيقي بالقيمة اللي انت بتحمليها. ادعو الله سبحانه وتعالى يجمل كل البنات بخلق الحياة. جمالك الحقيقي في الحياة انك تبقي حيية، هو ده. المرأة بدون حياة ضاعت، الأنثى بدون حياء ما تبقاش أنثى. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالحياء والجمال قلبا وقالبا، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.